حطيت التتبيلة على السمكة وصارت جاهزة تروح على النار. بسم الله يلا روح. بسم الله. فكرة الأسادو إنك بتطبخ السمك على نار هادية وفي نفس الوقت الدهن بيقطر على الجمر فبيعطي شيء خرافي. ناجي الحر صيد ينبع 12 كيلو. يا سلام. الدخان يعطيها نكهة، التنقيط حقها يعطي نكهة، والحرارة بتطبخها. والسمكة قاعدة تطبخ، قاعدين نفكر إيش نسوي مع السمكة. إيش حنسوي إيش حنسوي؟ قلت لمحمد ما دام نشوي السمكة ليش ما نشوي الخضار كمان؟ إيه الخضار نشويها الشوي. الخضار اللي حنشويها. بعدين نقطعها وتصير زي التوبينج. جهزنا الخضار، الفلفل، البصل، الجزر، الطماطم، بس شرطت الطماطم كده عشان لما تستوي ما تنفجر تفك. ايوه ونقدر نقشرها. وهذه مثلا عشان القشر بس حقها انا اشوف نسوي لها زي كذا. لا خليها بالله، خليها بقشره عشان قشره حيحميها. تسمح لي انا اسويها؟ اسوي. ايش حتسوي؟ حغلفها بالقسطير. ايوه. واحطها على الفحم دايركت. ابغى اسوي زي البابا غنوج. نفسي فيه يا اخي. نفسك فيه؟ والله ما اخليه. لفيت البتنجان بورق القسطير ورميته في النار وقررت اني اعمل خلطه تتبيل اتبل فيها باقي الخضار. محمد ابغى اسوي كده دريسنج خفيف للخضار عشان لما نحطه على النار الزيت كده يلعب. انت نفسك تسوي كده؟ ايوه والله ما اخلي شيء. يا عمري جبت حامض ابو فيار قصيته حطيته بقشره مع الفلفل الاسود. دي شويه ملح، عصير عنب ابيض، وفي الاخير زدت صلصة طماطم عشان تمسك الخلطة وحطيتها على نار هادية. ترى شيء هنا قاعد بيصير خرافي يا محمد. بالله يا علي. حقيقي حقيقي. تبل محمد الخضار ورحت حطيتهم على النار وباقي التتبيلة حطيتها على السمكة وهي تتشوي. نساساو نساساو. اسمع شو تنقيط كيف؟ واحنا منتظرين السمكه تنطبخ على مهل قررنا نعمل جنبها ريزوتو. نسوي ريزوتو؟ يلا يلا. ريزوتو احتاج الى مرق، ما كان عندنا مرق، كان عندي طحالب بحريه مجففه، وكان عندي بونيتو فليكس اللي هي اساس داشي ستوك، مرق الداشي. الداشي اساس الكوزين الياباني. اول شيء سويته حطيت طحالب على مويه حاره. نسخنه مع المويه لين ما توصل حراره المويه 140 فهرنهايت. نشيل هذا ونحط عليه البونيتو فليكس 5 دقائق ونصفيه. خلاص صار جاهز. عندنا الريزوتو دحين نقلب الرز مع البصل والثوم والبقدونس. نبدا نضيف المرقه شويه شويه لين ما يستوي الرز. يا سلام. دقيقه احط الجبنه دحين. كيف عدنان؟ طيب انا هنا ابغى اسوي البتنجان. لما كان محمد يسوي الريزوتو شلت انا البتنجان على النار عشان اتبله. بقشر البتنجان واهرسه مع تومه، فلفل اسود، كزبره وطحينه، احط له شويه بابريكا وبحط عليه زبادي هنا ونخلط. يا محمد اخلط يا حبيبي اخلط. دي شويه زيت زيتون، كمون، البتنجان يحب الكمون والسمك يحب الكمون. وانا احب السمك واحب الكمون. بعد ساعتين قدام النار صارت السمكه جاهزه عشان نشيلها ونقدمها بالطريقه اللي تليق فيها. بسم الله بسم الله. اللهم صل على النبي. لا 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 لا. واو. شويه اوليف اويل، شويه كمون، شويه شطه. الله الله الله. آخر شيء طلعنا بسفرة بحرتنا. سن دان سن. وإحنا قاعدين نجهز السفرة ما لقينا إلا أبو حمزة وكابتن فايز واصلين. السلام عليكم. سلام. خير. هلا هلا والله. أبو حمزة. هلا هلا حبيبي. سهلا. هلا أبو عبد الله. هلا فايز. يلا حي. طيب اخباركم؟ تفضل. نوركم. هذا طبعا سمك نازل 12 كيلو ما شاء الله. سويناه بطريقه الاسادو على الخشبه، وبعدين سوينا خضار مشويه مع نجان مهروس كله مشوي على النار، وهذا ريزوتو. الله الله ايش الابداعات الحلوه هذه. لا لا ما نبغى كلام، نبغى نشوف. يلا يلا شو اقرب عزيز اقرب عزيز. شوف 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 شوف. مع هذا ما
طلع ايش يا شباب، يا ما شاء الله لا انتم كذا صراحه مبدعين مبدعين، الله يحفظكم ويعطيكم العافيه. والله حاجه لا يعلى عليها من جد والله يا محمد، من احلى السمكات اللي اكلتها في حياتي. الاكله كانت سوبر، جمله موسيقيه عذبة ما فيها أي نشاز، وكانت أحلى عشوة ممكن تأكلها في ينبع. سمكة فريش صراحة إبداع، جلسة حلوة، صحبة رائعة، إيش في أحلى من كذا؟ من جد من جد أسعدتنا. الله